سيدي، وصلتنا من المخابرات التقارير الإضافية يلي بتتعلق بالطيارة اللي وقعت. طيب انت وصلت طلبي للمخابرات ليتابعوا شو وضع مدام أوزلام وشو تحركاتها؟ نعم سيدي، في ملف معك بيتعلق بالمدام أوزلام، الملف اللي تحت. كانت المدام بدها تسافر مع المجموعة يلي بالطيارة، بس ما لحقتها بآخر لحظة. مكتوب هون إنه صار معها حادث على طريق المطار، صار هالشي هاد؟ صار سيدي، وهي قدرت تنجو بحياتها من الحادث والطيارة. أنا شخص ما بآمل بالمصادفات، اتصل بالمدام أوزلام ووصلني معها بدي حاكيها فورا. تحت أمرك سيدي. نحن اجتمعنا اليوم مشان نحكي بموضوع الانتخابات. المجلس حالياً عم يجتمع وفي نقص عضوين من أعضائه، لهيك صار لازم ننتخب الأعضاء الجدد. نحن كنا ناطرينك بصفتك رئيس أنك تبلش هاي الانتخابات بحسب الأصول والعادات. عنا 5 مرشحين حالياً ليأخذوا عضوية المجلس. بطلب منكم تدققوا بالمرشحين، والاجتماع الجاي بتمنى تكونوا أخذين قراركم. سيدي في منصب تاني كمان نحن لازم نتوافق عليه، مثل ما بتعرفوا انه خسرنا الشخص يلي هو مسؤول عن ملف الطاقة بحادث الطيارة يلي صار، وخسرنا عدد كبير من زملائه، ومثل ما بتعرفوا مركزه ما فينا نتركه فاضي لفترة أطول من هيك. هذا الموضوع خاص وبيتعلق بملف سري حول الطاقة عم تشتغل عليه حضرتك، وانت بتعرف بالتفاصيل تبعه أكثر منا. انت والرئيس تناقشوا بالموضوع واختاروا البديل ورح ندعمكم. هذا الموضوع بنحكي فيه بعدين يا فاروق. أول مرة بحس بفائدة إنه نحن هربانين يا عبد الحي، وإلا كان مراد أخذنا معه ودرنا كمان سجون طشقند سجن. ما تكون واثق كتير، لهلأ ممكن يبعتنا لهنيك، بيقلك بدل مقاعدين هون. معناته خلينا نلاقي مكان هذا الزلمة مساعده، ما راح اتحمل روح على طشقند بهالوقت هذا. مات الزلمة كارا، شفت مين يلي أوص عليه؟ كان بعيد كتير وقدر يهرب بس أوصه. أنت اتصل بالمدير خليه يدبرنا ملفه لحرب، وأنا رح شوف السيارة.
الموضوع الثاني اللي رح نحكي فيه هي قضية محادثات السلام. سيدي التقيت مع زعيمهم. أنا ما فهمت كيف رحت على السجن وقابلته بأي صفة؟ رحت على جزيرة أميرالي بصفتي رجل مخابرات مشان استجوبه بشكل مباشر وقدر أخذ منه معلومات تقدر تفيدنا. الانطباع يلي قدرت شكله عنه إنه المشكلة الوحيدة يلي عنده حالياً إنه نطلق سراحه، ومشان هذا الشيء هو جاهز لأي مشروع ممكن نحن نقدم له إياه، وإذا فرضنا شروط معقولة فهو مستعد لكل أشكال التنازلات. قضية الزعيم المسجون بأميرالي صار حديث الناس وصار موضوع السنة، وهذا الشيء طبعاً عم يأثر على سرية المفاوضات وعلى خط التفاوض. أنا ما بوافقك بالرأي. نحن لازم نحضر الرأي العام بشكل متدرج للشيء اللي عم بيصير معنا هون. من زمان سمحوا للمحامين يتعاطوا مع الزعيم بشكل سري مشان يتواصل مع قياداته، وهذا الشيء مشان يوجههم لطريق التفاوض. نحن كنا منعرف الخطورة بس قلنا خلينا نجرب هذا الطريق. للأسف قياداته ما قطعت أوامره، والزلمة اللي بأميرالي عم يحاول يكسب الوقت لبينما تنتهي المرحلة. نحن يا صديقي جزء من المشكلة. سياسة الإنكار والإهمال يلي مارسناها بشكل كبير دفعت فقراء الجبل لحضن المنظمة. هاي المشكلة صارت كبيرة وما عاد فينا نأجلها. يا أما رح نحل هالمشكلة يا أما نحن رح ننحل. أكبر خطر عما يواجهنا حاليا هو أنه نوع بالإحباط وانعدام الأمل، والفشل مرة تانية رح يؤدي لفقدان الرأي العام لثقته بالدولة، وهذا يعني ضغط من الداخل، ونحن حاليا بوضع ما فينا نعيش هالضغط. ومنشان ما نوع بهي المشكلة لازم نمشي على مهلنا ونتعامل بحذر كبير بالمفاوضات. أنا بعرف المواطنين بشكل عام عايشين بالجبل، وبعرف منيح رأيهم وإنه هنن ما بدهم يعيشوا تحت ظل سلاح المنظمة. بصدق بدهم يصير في حل ويخلصوا من هالقصة، وهي حتكون فرصة تاريخية لحتى نعمل دستور جديد للجمهورية ونعطي فيه حقوق لهالناس هدول. أنا موافق تماماً مع السيد زاكر. الزعيم والمنظمة وفصائلها ما بيقدروا يكونوا مستقلين بالقرار تبعهم. المنظمة تحت وصاية متنوعة، أجهزة المخابرات الإسرائيلية والإيرانية والأوروبية والأمريكية وراها. بالبداية لازم نتحرك بشكل جدي لنرفع هي الوصاية عن المنظمة. نحن المهم أنه نتحرك بهالمجال على المستوى الداخلي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. لازم نكثف من التحركات الدبلوماسية منشان نقنع الدول صاحبة القرار إنه نحن جديين بالقضاء على المنظمة نهائيا، وكل المفاوضات هي حركة وطنية الهدف منها حقن دماء المواطنين الأتراك. بأي كوادر دبلوماسية وبأي جيش؟ بالمجال الدبلوماسي تحركنا باتجاه العالم الغربي مشان نقدر من خلاله نستمر بالخط الاقتصادي الصاعد تبعنا ونقوي حالنا. الجيش طهرناه من الانقلابيين، بس في شائعات بالسلك بتقول انه استراتيجيتنا مع الجيش يفقد استقلاله العملياتي ويصير تحت أمرة الغرب. هذا مجال عملك يا سيد بابور. إذا ما قدرت تحل أي مشكلة بهالموضوع خبرنا ونحن رح نساعدك. إذا سلمنا الجيش التركي لقرار الناتو وفقد استقلاليته ما رح ينتهوا الانقلابيين بالجيش، وما رح يبقى جيش عنده قدرة أنه يقاتل. لازم نحط قادة عسكريين مستقلين فورا ويكون عندهم صلاحيات كبيرة على مستوى الحركة. رح اتصل بعابد خليه يجيب ملح وهو جاي. اكيد ما في ملح في هالبيت. ما تحكي هيك، اخذت الوصفه من ماما نازك وقالت لي ان الشوربه تبعي اطيب من تبعها، مشان هيك هي ما رح تقلق عليك. انت اشطر منك بالحكي. ما في شو خير ناطرة حدا؟
قلقانة شوي على عابد. سيد عابد شو ناطرين؟ دكتورة عم ريح حالي، عم حضر حالي نفسيا وبعدين منفوت. في عندك مشكلة بالنطق؟ لهي اللحظة ما عندي هالمشكلة، بس يمكن بعد ما نفوت أنا وياكي لجوا سوا رح تصير هالمشكلة. تفضلي خلينا نفوت. يلا. تفضلي. شو خير عابد؟ لقيت الدكتورة بالسوبر ماركت؟ أنا طلبت منه يجيب الدكتورة لهون. يلي عملتي غلط، كان لازم تسأليني بالأول. حسب ما فهمت حضرتك بتكون المريض. وحضرتك جراحة؟ لا، طبيبة نفسية. معناتها جيتي على المكان الغلط، لأني مو بحاجة خدماتك يا دكتورة. معناتها معه حق، غلط ما تخبروه إنه أنا جاي، هيك ما بيصير. شو رأيك عابد؟ بتعرفي دكتورة، هيك بيتصرفوا المرضى بالعادة. أنتي بتعرفي شو الوضع؟ عابد انت خليك مع الدكتورة وانا رح حاكي، بيكون افضل. تفضلي دكتورة. كأنك عم تتصرف مثل الولاد. ليلى لا تخليني اندم لاني جبتك لهون. الاحسن انك تندم هلأ وتعصب مني احسن ما تندم من المستقبل. أنا ماني معصب من حدا ليلى، بس ما بحب حدا يتدخل بحياتي وشغلي. هي مو بس حياتك وحياتي، أهم شي حياتك، وبالنسبة إلي كمان أهم شي. أنا ما فيني شي، أنت عم تكبري الموضوع. إذا مكبرة الموضوع خلي الدكتورة تحكم، وأنا رح أتراجع وأعتذر منك. مراد أنا ما بدي غير راحتك. أنا ما فيني أقدر أثبت لك بهذا الوضع أي شي يا ليلى. نحن عم نعمل هيك مشان ترجع مثل ما كنت. انت بتعرفي انا من شو عم عاني؟ مانك شايفه كيف صار وشي؟ المورفين هو الوحيد اللي عم يخفف من الوجع تبعي. ليش بدكم يعني وقف هذا الدواء؟ انت بسبب هذا الدواء قوصت علي، شو مانك متذكر؟ اغتيال لصديقنا عثمان، واضح انه منشان يحشرونا بين موضوعين. الاول منشان يخربوا علينا سياسة الانفتاح، والتاني منشان يقدروا يعطلوا علينا ويعطلوا اي لقاء تاني بين متى ومتين. سيدي، بس نحن فينا نحول الوضع لصالحنا. كيف؟ اكيد متين بيكون متضايق وبده يحل هالجريمة، وإذا صار واشتبه فيي فأكيد رح يلاحقني. هذا مو وقته هلأ. نحن إذا بلشنا نلحق متين رح يكون شغلنا غلط. هذا يلي بده إياه سنجر. من الأفضل إنه هلأ نترك متين هو يحل المشكلة بعيد عنا يا متى.
وشو بدنا نعمل هلا؟ لازم تسطح التخت واسترخي قدامك؟ لا، بكفي تكون قاعد. سيد مراد، الأستاذ كنعان خبرني عن كل وضعك وقال لي إنه ما لازم تاخد أي جرعة مورفين. ومين اللي بيقرر هالحكي؟ الدكتور كنعان هو يلي بيقرر وأنا كمان بقرر. طيب كفي. وأنا بشو رح يهمني القرار تبعكم؟ أنتوا عم تصدروا قرار بشي ما عم تعيشوه. أنتوا ما عم تعيشوا الوجع يلي عم عيشه، ولا رح تحسوا شو عم يصير فيني من دون المورفين. شو ما كان تشخيصكم، ما رح تقدروا تقيسوا الوجع بعداد، وحتى لو كان فيه كان وجعي كسروا لهالعداد. طيب إذا بتحب فيك تشرح لي شو عم تحس وأنا جاهزة إني أسمعك. ما عندي لا الوقت ولا الطاقة لحتى أحكي بهالموضوع. لا تتعبي حالك على الفاضي. سيد مراد، أنت مو مشكلتك الوجع، أنت مشكلتك الخوف. مين قالك إني بخاف؟ بتخاف كتير. خايف لدرجة إنك مانك مستعد تشرح لنا أي شيء. سبب وجعك ما هو الحروق، لأنه حروقك عم تطيب ومانك بحاجة للمورفين. أنت يلي عم بيوجعك غياب المورفين، يعني أنت على طول بدك مورفين. أنت صرت بحاجة المورفين، يعني أنت مدمن على المورفين. إذا قدرت أثبت لك أني ما بخاف بتتركيني بحالي؟ طبعاً، رح أجمع كل المورفين وكبلك يا، وعدني إنك ما رح تستخدم المورفين وأنا فوراً رح أتركك، ما بيعود إلي شغل معك. هاي أدوية منشان معالجة الإدمان، لازم كل يوم ياخد جرعتين من هاد العيار. بالأساس لازم يكون العلاج تبعه بالمشفى، لأنه كل فترة رح يمر بأزمات وممكن يدر حاله بهي الأزمات، منشان هيك لازم يكون تحت المراقبة على مدار الساعة. لازم ما تتساهلوا أبداً بهالشي معه. عفواً دكتورة، نحن ما فينا نحطه بالمشفى، لازم بأي شكل نتابع العلاج تبعه بهذا البيت. رح مر كل يوم، لازم عينه على طول وراقب حالته منيح وأشرف على خطة العلاج تبعه. أستاذي، أنا رح وصل الدكتورة وجيب الأدوية اللازمة. تفضلي. عن إذنك. البداية صعبة بس رح نقدر نتجاوزها. أنا بوثق فيك حبيبي. صعب علي صدق إني صرت مدمن. بعرف، بس هلأ تجاوزنا المرحلة الصعبة ورح نتجاوز يلي بعدها. في شي معلومات جديدة عن حادثة إسقاط الطيارة حضرة الرئيس؟ تم القضاء على فريق الموساد اللي نفذ العملية. مو ممكن يقدر الموساد ينفذ هي العملية من دون ما يعطيهم معلومات حدا من جوا. ومين برأيك اللي سرب لهم هالمعلومات؟ إذا كان في تسريب فأنت بتعرف مجموعتك وبتعرف مين يلي رح يسربها. سيدي، أنا شاكك بكل شخص، حتى بالمجموعة نفسها يلي انقتلت بالطيارة. أخي فاروق، مو مشكلة هلأ مين يلي عمل هيك، المشكلة شو يلي رح نعمله بعدين. بمين عم تفكر تحطه مسؤول عن ملف الطاقة وتابع للمجلس؟ سيدي، الشخص يلي عم فكر فيه هو مساعدي يلي اشتغل معي بعدة ملفات، وهو شخص محل ثقة على مستوى عالي من المسؤولية، وعنده الخبرة والحنكة المطلوبة. طيب شو رأيك بمدام أوزلام؟ أوزلام ست عالمة قديرة بلا شك، بس بالنسبة للمواضيع الاستراتيجية ما وصلت للنضج الكافي. فاروق، أنت ما في عندك حكم مسبق على مدام أوزلام؟ أنت شو رأيك يا ترى سيدي؟ بترشح المدام أوزلام؟ نافذ.
انت بتعرف كيف تحل معادلة بثلاث مجاهيل؟ بعرف سيدي، بتقضي على ثلاث مجاهيل وبتعتبرهم صفر ومنخلص. نافذ، حلوة، مبين عليك منيح. تعلمت الرياضيات تحت ايد شي مشلح بهالجبال، طلعت عبقري رياضيات. مين بيكونوا المجاهيل سيدي؟ يمكن إذا شرحت لي عنهم يمكن أقدر ساعدك شوي إنك تقضي عليهم بسرعة. أنت مثل السيارة يلي انقطع الفرام تبعها، امشي عمهل يا ابني. الإكس مراد، ي عادل، زد بويرز. يعني باختصار هي معادلة خاصة فيني يا نافذ. سيدي إذا قدرنا نضرب X و Z وخلصنا منهم على الأرض، نخلص منهم ومنخلص على إيه؟ أنت أينشتاين تبعي، بتحل كل شي بعقلك بس بالعملي صفر. أهلاً وسهلاً أمي، قاعدين عم نحكي لنافذ عن نجاحاتي بدراسة الرياضيات في المدرسة. أي نجاح عم تحكي عنه؟ الأستاذ كان ينجحك لأنه كان يخاف من أبوك. كله بسبب المرحوم، ما كان يتركني أعرف وقف لحالي على رجلي. ماشي، أنت وعدتني تاخدني مشوار نروح على المطعم مشان نحتفل بشغلك الجديد. إذا ما عرفت حل معادلة بثلاث مجاهيل، وظيفتي جديدة راح تصير مثل يلي قبلها، وظيفة سابقة. وشو هالمعادلة؟ عندي ثلاث أعداء، إكس، ي، زد. إكس وي بحالة تحالف، ولازم أقضي عليهم كلهم. كتير حلو، أنت وقع إكس وزد مع بعض وفيك توقع يا على رواق. تعرفي أمي، بتمنى أنك تعتني بصحتك. أمي أنا ولا شي من دونك، ما تتركيني لحالي بهالحياة يا أمي. إذا كنت عن جد بتحب أمك لهالدرجة فخليني عم شوفك عندي بالبيت على طول. أمي عم بيحملوني شغل صار لهم 2000 سنة ما عرفوا يحلوه، بدهم ياني أنا يلي أعمله، مشان هيك ما عم لاقي الوقت. كنت أكيد إجيت لعندك على البيت. متى؟ لك ابني لهلأ ما فهمت. يا ابني أنت فيك تعيش من دون مي وخبز، بس أنت ما فيك تعيش من دون أم. أنت يا ابني كل مفاتيحك عندي. معك حق أمي، معك حق. ماشي، طول بالك حبيبي، عابد رح يجيب الأدوية بعد شوي. أنا منيح ليلى، منيح، رح أتجاوزها، رح أتجاوزها صدقيني. بتحب أعطيك شي تشرب شوية مي؟ لا 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 ما بدي شي، بس بدي إياك تضلي جنبي. أنا رح ضل جنبك حبيبي. ما تتركيني. إجا عابد. شو ليش تأخرت؟ مشوار الطريق. مراد حالته سيئة، أعطي الأدوية وأنا رح جيب المي. ماشي.
نجدة تقلي شو عم تعمل. شو عم أعمل يعني؟ باقي وعزيز والسباب تبعوتي ماتوا. شوف ما انتقمنا للخال وهي مات باقي. ما عم اقدر افهم هالدنيا. شو هالدنيا الظالمة اللي عايشينها؟ هي هي الدنيا. الدنيا فانية. معلمي ما عاد عندي خلق، ما عاد عندي صبر لهذا الشيء. حطيت الصبر بالطنجرة وعم اطبخه، وهلأ رح ناكله على العسل. نجدات، هلأ ما كتير بيهمني إنك تترك الطبخ، بدي إياك تتطلع على هي المسبحة، يمكن رجالك يعرفوا فيها، عرفنا مين اللي عملها. معلم ما تحكي هيك، مزموعتي مانا عادية، ما بيهمها لا معنويات ولا بطيخ مبثمر. الثوامع والكنايس ودور العبادة كلهم هذول ما بيفوتوا بمزال ثغلنا، ونحن ما منقرب أبداً على المقدسات. خود ابني، أنا بدي المعلم يلي اشتغلها عرف لي مين هاد يلي عملها. مسيك. آه هيك القصة. الخال زازا بيحب المسابح وكان يستري منهم وبيعرف كل المعلمين اللي بيستغلوهم. هات تسوف. هاي رخيصة كتير، ما بتستاهل شي. بدل ما تطلع فيها تطلع على المقلاية، انتبه على الأكل. نسيتون، احترقوا. عبد الحي، طلعت لوين أخده لحيدر؟ وشو بيهمك؟ ياخده وين ما بده ياخده. عاكف جرحه ملتهب وعليه حرارة ولازمه طبيب يشوفه، احتمال بده عملية. حبيبي بتحب اني اجيب لك شيء؟ ماتي مخربطة، حاسس حالي بدي استفرغ. شو عم تعمل؟ ليلى روحي من وشي. لا مراد، هيك ما رح نخلص. ما بيهمني انه نخلص. ما رح اسمح لك تعمل هيك بحالك. معلم شو عملت؟
عابد، هيك ما رح تزبط. لازم تسكر علي الغرفة، في معك كلبشات. معي. اسمعني منيح يا عابد، شو ما عملت وقد ما صرخت ما بتفك لي الكلبشة. تركني لحالي وقفل علي الباب من برا، وممنوع حدا يفوت لعندي حتى ليلى. حاضر معلم. يا رب أنا تعبان، تعبان وما عندي طاقة، أنا عاجز ما عندي صبر لحتى أتحمل. يا رب أنت منبع صبري، يا رب أعطيني القدرة لحتى أتحمل، أعطيني طاقة للصبر. ما لي غيرك يا رب مرتجى، ما لي غيرك. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. خير أختي؟ لازم فوت أعطيه الدواء. خلص أنا بعطيه. عابد، حابة شوف مراد. ما أنه بوضع خرج تشوفيه، طولي بالك. معلم، معلم لازم تقوم تاخد الدواء. معلم تفضل. قديش الوقت هلأ؟ لساتنا بالصبح معلم. ماشي عابد، اطلع. قلت لك اطلع. معلم قل لي، ما بدك شيء؟ شوفوا رفاق، بدي أشكركم لأنكم إجيتوا لهون بهاي المرحلة الصعبة. رئيس سرحان،
عم نلاقي صعوبة بإقناع شعبنا اللي بأوروبا. شعبنا عم يشوف هالمفاوضات عبارة عن خنوع واستسلام للإمبريالية التركية. يا رفيق بهزاد، وأنا عندي مشكلة. فدائيين مشكلين ومنوعين، وكل واحد جاي من بلد بده يناضل ضد حكومته اعتبارا من هون، وهذا الشيء خبيصة. نحن يلي لازم نلتزم فيه شو ما كان الثمن، الاستراتيجية يلي بتحدد لنا إياها اللجنة المركزية، ولازم ننفذها بحذافيرة. رفيق بهزات، انتو بأوروبا عم تعيشوا الحرية والرفاهية، وهذا الشيء حلو كتير، لهيك سهل عليكم انكم تحكوا بالحرب. نحن عم نحاول انه نتعاطى بالسياسة مع الحكومة، لأنه شعبنا ما عاد بده يحارب بنوب. تركوا لغة السياسي هاي. قائدنا عم يفرض هاي الاستراتيجية منشان يقدر يطلع من المعتقل، ومن حقه الطبيعي إنه يكون حر وبرات السجن، بس في تنازلات زيادة عن اللزوم. أنت مانك ملاحظ حالك بشو عم تتهم القائد؟ شوفوا رفاق، قائدنا عم بيقدم التنازلات بشكل تكتيكي مو أكتر. سبق وشفنا من قائدنا العظيم مناورات تكتيكية مهمة وكانت السبب بنجاحنا، ومشان هيك خلي قائدنا العظيم ياخد حريته أول شيء، وبعدين منتراجع عن كل الالتزامات. مخابراتنا بأوروبا كل يوم عم تقدم التوضيحات للألمان والفرنسيين. كل يوم الألمان والفرنسيين عم يأكلوا راسي من الأسئلة تبعهم اللي ما بتخلص. كتير منيح يا رفيق، عم تشتغل مع المخابرات الديمقراطية اللطيفة. أنا من عندي كنت رح تدرغل وتحكي هندي وحتى عبري تحت إيدين المخابرات التركية. رئيس سرحان، أجهزة المخابرات الديمقراطية الأوروبية عم تهددنا إذا ضلينا على هالخط، رح يحطوا إيديهن على كل الموارد يلي عنا إياها، وقتها ما رح نقدر نمرر غرام واحد من المخدرات على أوروبا. وأنا إذا ما بعت لك مصاري من أوروبا، الحاكي الفاضي ما رح يشبع الفدائيين تبعك بنوب. شو أندال؟ وهي من جديد الإمبريالية عم تكشر عن أنيابها بوش نضال شعبنا. إذا ما قدرنا نأمن المصادر المالية، لا رح يكون في نضال ولا ثورة ولا شعب. عم نحكي مع الحكومة حول المصاري، بيعرفوا إنه بأوروبا والموساد استدرجونا بطريقة حقيرة، وعم يخلونا نقوم بأعمال مشان مصالحهم كرمال نحصل على التمويل. قلنا لهم بكل وضوح مصادر تمويلنا وحرية قائدنا، خطين حمر وهن الأساس بالنسبة إلنا. اللي خيط لك ياس كافي ولا بيطري؟ واحد أسوأ من هدول الاثنين، بس يمكن أشطر منك. مو عرفاني خيطه، في عندك التهاب لازم ننظف لك يا وارجع خيطه. كيف حالة حيدر؟ حيدر؟ يلي جبته أنا. ايه حالته منيحة، ما في شي أبدا. كيف ما في شي؟ الزلمة خسر دم كتير، لسه لهلأ ما صح من الغيبوبة. بفيق بفيق، لا تقلق عليه. أخي طلعت تعال لهم، جرح عاكف مفتوح وبدو مين يعالجه. أنت روح وارتاح مع جماعتنا شوي، أنا هون. هذا الطبيب طالعني عن طوري. خلاص طلعت، أنت روح. رح روح، بس أنا حابب أعرف وين رحتي وقت طلعنا على العملية يوما. رحت عم دور على أخونا شامل، بس أنت كنت برا. وليش ما خبرتينا؟ خبرته لحيدر، ما خبركن وقتها؟ لا ما قلنا، ما بتذكر قلنا. شكلك تعبان من قلة النوم، يلا روح ارتاح. ماشي، برجع المساء حاكيني إذا صار شي. ماشي، أنا رح شوف حيدر. Thank you.